الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والرحمة على الجميع يا رب. عندي شاورما. الشاورما أول شيء عندي لبن معلقتين مع الأكل، وزيت عادي، زيت الزيتون هذا أنا خلط، بس أنتوا أي زيت عندكم. معلقتين مع الأكل، وعندي جارليك ثوم، طبعا هاي عايشة سوات أظافري ألوان، جينجر، هذا طبعا حيل طيب الشاورما بالهيل، هذا هيل المطحون عندي، فلفل حيل حار، بس انتو اذا ما عندكم هذا ما يحتاج، فلفل احمر عادي، معجون صوص مع التوميتو، بس انا هذا حيل حار لان احنا ما نستعمل الملح، نستعمل بهارات اكثر طبعا. وعندي ريد بابريكا، هذا ما حار لان الصوص هذاك خليته حار، هذا ما حار، ريد بابريكا معلقه مال شاي. هاي المكونات مالتها، انتو طبعا حطوا بملح، انا ما حط لان هذا الصوص حيل حار اللي خليته بيه. ريحته مؤذيه السين، وهذول حيل طيب الاكله طبعا من الريحه تعرفوها. احنا عندنا كان قبل بالموصل من يجي ريحة البهارات وريحة الاكل وريحة كان هذا البيت مسوين دولمة، هذا البيت مسوين هاي الاكلة، لان ريحة السبايسية تنطينا السمو النكهة حيل على الاكل مع الملح. طبعا انا سويت مخلوط صدر دجاج ولحم، انتو هالموجود العشو ملح، انا ما راح استعمل، انتو استعملوا بيه ملح. هاي المكونات مالها راح اخليها ساعة كاملة، هسه عدنا ساعة 12 الظهر، راح اسويها بالوحدة ونص ان شاء الله. ان شاء الله قبل ما اخلي المواد الثانية اشوفكم. هو حطيت نص بوتيتو جواها ونص بصل، وهذا اللي اسمه سويته، الفرن طبعا عرضه على 300، الموجود اذا بس دجاج بس لحم الموجود، لان المطبخ ابد كل شي بيها يلتقي بلخص هاي الاكلة حيل طيبة، تروح معاها سلطة، تروح معاها تمن اصفر، الشي اللي تحبوه، الشي اللي ترغبوه، الشي الموجود. ان شاء الله كله راح اسويها نفس هاي الطريقة. البصل هذا راح اخليه بالاخير فوق هو وبشوره حتى تنطينا نكهه، وهذا الاسمو ما راح اسيب الصوص، كل ما يخلص شوي راح اخليه الاسمو ماله حتى يطلع حيل طيب، ويطلع مقرمش، ويطلع اسمو الطعم ماله حيل طيب لان خليت بيه هيل ثوم. كله راح اسوي نفس هاي الطريقه ان شاء الله واشوفكم. هو ما خلصت، راح اخلي هذا البصل بي، انتوا اذا ما تحبوا لا تستعملوا، بس على مود الريحه، ما على مود يعني تنطينا شيء. هذا راح اخليها على الفرن على 300. شوف حطيت الفرن على 300، خليت تسوي على راحته. البصل طبعا بكيفكم، شوفوا شلون صار ريحته، واو ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها. هذا يروح مع الخبز، اكله حيل بسيطه وحيل طيبه مع الخبز. هذا اللحم سوينا،
طبعا البصل حيطيب معاه مستوي، اذا ما تحبوا لا تستعملوا، بس على مود النكهة والطعم ماله حيطيب البصل وياه. ومنوع المكسرات الأسكم الموجود. Or the virus.